فيديو اليوم راح تعرفوا كيف تاخذوا بيرك خامس بكل من ماب فورج اوف ديسبير واي اكس طريقه نظاميه وجلتش كيف تاخذ 8 بيركات او بيركهوليك في كل المابات. قبل ابدا الفيديو بس حاب اذكر انه في جيف اواي على فيجر او تمثال لشخصيه صوفيا من لعبه سول كاليبر. تمثال جدا خرافي للعبه والجيف اواي وشروط الجيف اواي جدا بسيطه على حسابي على الانستغرام، فراح تلاقي اول لينك بالوصف حسابي على الانستغرام، روح هناك فوت على الحساب هتلاقي الثالث بوست حاطه هو الجيف اواي، روح شارك فيه والسحب راح يكون الاسبوع القادم. فيلا خلينا نبدا بالفيديو. طيب خلينا نبدا بالطرق النظاميه كيف تجيب 6 بركات بدون جلتش، لان الجلتش عادي بكل بساطه يسكروه بابديت. فاول شيء بماب اي اكس كيف تاخذ البرك الاضافي الخامس، بكل بساطه لازم تجمع 3 قطع. اول قطعه مثل كاس ذهبي مثل ما شايفينه بهالمنطقه جنب دونا تامبل، وبعدين القطعه الثانيه هالسيف تلاقوه عند الشموع عند منطقه ذا كريبت، والقطعة الثالثة عند معبد اودن تحت بيرك اودن بالضبط هالهلمت الذهبي. تاخذ هالثلاث اشياء وبعدين تروح عند بيرك اودن وتركب الاشياء هي كلها على البوت مثل ما شايفين قدامكم. حطيت الاشياء كلها على الهيكل العظمي واخر شيء على تم التنين ولا السمكه ما ادري ايش، تحط الكاب بعدين تجي وترمي قنبله النار. لازم قنبله النار الزرقاء من هالجهه من عند بيرك زوس، نفس المكان انا كنت اللي رميت منه بالضبط. تجي وترمي من هذيك الجهه وراح تلاقي انه البوت صار كله نار زرقاء، ومثل ما شايفين راح يضل منور نار زرقاء. لازم تعدي 7 راوندات جنب البوت وراح يعطيك بعدين هالتمثال شفتوه قدامكم، وبالتالي اعطانا البيرك السادس. البيرك السابع بكل بساطه تسوي 6 تحديات او 7 تحديات وتعال على مكان هدايا وراح يعطيك البيرك السادس. مثل ما شايفين تسوي 7 تحديات من التحديات اللي بيعطوك اياها بماب اي اكس وراح يعطوك البيرك السابع. اذا ما بتعرف شو نظام التحديات ولا لعبت ماب اي اكس راح تلاقي فيديو بالوصف يشرح لك نظام التحديات، بس اظن ما في حد منكم ما يعرف شو تحديات ماب اي اكس. اوكي فويج اوف سبير راح انك تاخذ الى بيرك خامس بس، فالخطوات انك تجمع سمك فقط. اول سمكه تجي عن جسر الحديدي اللي فوق بيرك اودن، تجي وتطخ هالشيء مثل ما شايفينه باي سلاح راح يطيح السمكه عن بيرك اودن بالضبط، وهيك اخذنا السمكه الاولى. السمكه الثانيه تروح عند الانجن روم، لازم تفضيها من المي، فتروح هون مثل ما شايفين تفضيها من المي للبويلر روم او الانجن روم، بعدين ايم لفوق وعلي البرايتنس شوي راح تلاقي في سمكه واضحه. كل عليك تسويه انك الطخ على الحبل اللي ورا السمكه مشان تطح لك السمكه وتاخذها، مو تطخ على السمكه نفسها لا، على الحبل اللي وراها مشان ينقص الحبل وتنزل لك السمكه. بعدين نروح لاخر الماب وايم هون مثل ما شايفين راح تلاقي كمان عندك سمكه، واللي عليك تسويه تطخ الحبل اللي وراها وراح توقع السمكه. مثل ما شايفين هلا بورجيكم وين مكان السمكه راح تطيح، راح تطيح عندك هون بالضبط. بعدين المكان اللي بعده قريب للمكان الاول، لازم تجي هون وتوقف من الجهه المعاكسه وراح تلاقي عندك السمكه. هاي سمكه على حبل اوطى شوي، طخ الحبل تبعها وراح تنزل لك السمكه جنب البوكس مثل ما شايفين. بعدين على ما اظن السمكه الاخيره تجي هون مثل ما شايفين بنص الماب بالضبط، الطخ وجدا واضحه هاي راح تنزل لك تحتك بالضبط وتاخذ السمكه. اوكي والحين السمكه الاخيره فعلا مثل ما شايفين عن منطقه فور كاسل عند البدايه، الطخ الشيء الابيض وراح تنزل السمكه. بعد هيك تعال بالنص عند الصندوق الخشبي هاد بنص الباخره بالضبط، اضغط مربع وراح يحط السمك كله ويعطيك البيرك الخامس مثل ما شايفين. طيب الحين جلتش البيركهوليك او الثمان بيركات، تذكر انه هذا جلتش فممكن انت بس تشوف الفيديو يكونوا عملوا ابديت وما تقدر تسويه، فجرب وشوف اذا هيشتغل معك، اذا ما اشتغل معناته سووا ابديت وعدلوه. فبكل بساطه لازم تحط تولزمان او واحده من الطلاسم يلي تخليك تحتفظ ببيرك مهما طحت ما تخسر هالبيرك. حط اي واحدة منهم ما تفرق، منهم شايفين هلا حطيت اللي تخليني ما اخسر البيرك الاول ابدا. ولازم تحط عند البيرك اللي ما راح تخسره سواء البيرك الاول الثاني او الثالث، تحط عنده البيرك العشوائي اللي يعطيك بيرك عشوائي اللي اسمه سيكرت سوس. بعدين تروح على ماكينة البيرك اللي حاط فيها البيرك العشوائي وتشرب البيرك 5 مرات، منهم شايفين هلا مرتين ثلاثة كل شوي قاعد يتغير هالبيرك العشوائي، هاي كانت المرة الرابعة وهلا راح اشرب المرة الخامسة. فهذا التالزمان تخليك انك ما تخسر هالبيرك اللي انت شربته صح؟ فاللي عليك تسوي بعدها انك تموت
تنتحر مفروض تعيش مع البيرك اللي انت عندك اياه ما تخسره، بس الجلتش راح يرجع لك الاربع بيركات كلها اللي شربتها اخر شيء. فاي هذا جلتش 100% جلتش، فمثل ما شايفين عندك اربع بيركات اضافيه ما خسرتهم، وفينك تشرب اربع بيركات كمان، بالتالي صار عندك 8 بيركات او بيركهوليك. فاي شباب هالفيديو اليوم اتمنى يكون عجبكم. قبل ما نهاية الفيديو لا تنسوا تتابعوا الفيديو بزر اللايك، شاركونا بالكومنت شو رايكم عن الهي، هل تظنوا الشركه راح تسكره ولا تظنوا ان لا مو جلتش؟ في ناس قاعد يقولوا مو جلتش، فهل فعلا ظن انه مو جلتش؟ واي بس كان معكم شركيه لو شركه كيشكم جهه ثانيه ان شاء الله، مع السلامه.